السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد عصام، ان شاء الله اكون معاكم محاضره جديده من كورس الرسم الاحتراف الرصاص. هنتكلم النهارده محاضره بسيطه جدا جدا جدا، وهي مسكات القلم. هنبدا نتكلم عن ثلاث مسكات القلم، ازاي ابدا امسك القلم بانهي طريقه فيهم، وازاي ابدا امسكه في التفاصيل في المساحات الكبيره في السكتشات السريعه. يا رب الفيديو يعجبكم، فيديو بسيط جدا جدا، مدته قصيره جدا، يا رب يعجبكم. هستنى رايكم، هستنى اللايك بتاعكم والشير، واعملوا سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفونا، واعملوا في بتاع الجرس دوسوا عليه، حلو برضه. ماشي، في عندنا للرسم ثلاث مسكات للقلم. ما ينفعش ان انا استخدم مسكه واحده وارسم بيها اللي هي مسكه الكتابه واللي هي المسكه العاديه دي ونرسم بيها على طول، ما ينفعش، لان ساعتها هيطلع مني خطوط غلط، وفي خطوط هحتاجها في اماكن تانية مش هعرف اعملها. فاول مسكه عندنا هي المسكه العاديه بتاعتنا بتاعه الكتابه دي، وابدا استخدم المسكه دي في التفاصيل او في المساحات الصغيره. لما اجي ارسم اي حاجه بتفاصيل بمساحات صغيره جدا جدا ببدا ارسمها بالمسكه دي. يعني مثلا لو انا هرسم بورتريه في المساحه دي، في المساحه الصغيره دي، ازاي هبدا ارسم التفاصيل اللي جوه والحاجات اللي جوه الصغيره جدا دي وانا ماسك القلم بمسكه ثانيه؟ لازم اكون ماسكه من قريب كده عشان ابدا ارسم التفاصيل والمساحات الصغيره دي. فدي اول مسكه عندنا، وهي المسكه العاديه بتاعتنا. تاني مسكه عندنا، لو انا عايز ارسم حاجه في مساحه كبيره، لو انا برسم حاجه مساحتها كبيره جدا، فما ينفعش امسك كده، لان هرسم حاجات مساحتها صغيره وهزهق وهمل من الرسمه، وساعتها هتاخد وقت كبير جدا. هو ينفع بس هتاخد وقت ومجهود كبير جدا. وحاجه تانية، لو انا عايز ارسم حاجه سريعه جدا، ازاي ارسمها وانا ماسك القلم كده؟ القلم ده للتفاصيل، الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير فبتاخد وقت كتير. طيب، فلازم امسك القلم كده. بص انا ماسك القلم ازاي كده، حلو؟ لو عايزين تشوف المسكه دي كويس، امسك القلم عادي، تمام؟ وبعد كده امسكه بالصبعين دول، وخلي الصبع ده كده، وبعد كده لف القلم كده لغايه لما سن القلم يطلع لفوق كده، حلو؟ وبعد كده احط صباعك كده. القلم بره، بصوا عند صباعك الكبير، تمام؟ مش كده، مش جوه ايدي، لا، ده هو ناحيه صباعك الكبير، والصبعين دول جوه ايديكوا كده، اهو كده. وببدا ارسم كده بجنب سن القلم عشان يبدا يملا لي مساحه كبيره في وقت قليل. لما نيجي نشتغل سكتشات او الحاجات دي، بنبدا نبر القلم ساعتها بقى بكتر، صح، بمساحه كبيره، ونبدا نشتغل بجنب القلم كده عشان نبدا نعمل التاتشات بتاعتنا والمساحات بتاعتنا الكبيره. فدي تاني مسكه عندنا. تالت مسكه عندنا، وهي المسكه دي من بعيد. ايه المسكه دي؟ من بعيد او من اخر جزء في القلم ده افتح درجه في القلم، خط ما يتشافش. انا دلوقتي برسم بقلم 6 بي وبعمل بيه خط خفيف جدا، ممكن يجيب لي درجه الاتش، تمام كده، من قلم 6 بي. بالمسكه ازاي؟ بالمسكه دي اللي هي من بعيد جدا جدا جدا. طيب، انت كل ما بتبعد ايدك عن سن القلم بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يجيب لك افتح 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 لغايه افتح جزء خالص. طيب، فانا عشان كده طول ما انا ماسكه من بعيد افتح. طيب، انا مثلا محتاج ارسم المسكه دي اللي هي من الجنب شويه دي، بس مش عايز اعملها بالمسكه الرخمه دي شويه، ممكن امسك القلم عادي جدا بس اطوله كاني بمسكه من بعيد شويه اهو، فيبدا يشتغل بالجنب. من الاخر كده، امسك القلم زي ما انت عايز، حلو، بس اعرف الثلاث مسكات دول واعرف بيعملوا ايه، وانت ساعتها تلقائي هتلاقي نفسك بتمسك القلم كده وكده وكده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو بسيط وصغير جدا، ان شاء الله يعجبكم، ويا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. السلام عليكم.